قربي ليا خدي عينيا، ده انت اللي ليا في الدنيا دي. هاي، ازيكم يا جماعه؟ انا ايه، والنهارده هاكل اكل كتير قوي قدام الكاميرا. برضو انا معرفش انا هاكل ايه. فريق الاعداد قال لي النهارده انا هاكل حاجات كتير قوي متغطيه بالشوكولاته، فيلا بينا. الطبق الاول، انا شايفه ان ده اكيد شيبسي ومتغطي بالشوكولاته، بس يا رب بقى ما يبقاش فيه تويسته يبقى جوه مثلا شيبسي بالشطه، شيبسي بالخل، يخليني كده اخش اعيط. بسم الله الرحمن الرحيم. زي ما توقعت ده شيبسي، بس مش عارفه طعمه ايه، ممكن يكون شيبسي بالملح عادي. بطاطس مغطاه بالشوكولاته بياكلوها في اوروبا وامريكا، طعمها تحفه. ربنا يخلينا اوروبا كده وامريكا يا رب. ثانيني فيها شوكولاته. الطبق الثاني، ان شاء الله يا جماعه انا دايما بترميلي الاكل على اساس ان انا يعني عادي مفيش اي احترام كده ليا، بس يعني لو الكاميرا تزوم ان كده يعني في الطبيعي ممكن اقول لكم اي حاجه متغطيه بالشوكولاته. اللي فات كان شكله شيبسي، ده شكله ولا حاجه. بسم الله الرحمن الرحيم. هو انا عارفه انا اكلت ايه وممكن اعيط دلوقتي، بسطرمه وجواها شوكولاته. ماشي، سناك امريكيه باللحمه البارده ومشتقاتها. في حد يكتب ايه يا جماعه الكلام اللي بيتكتب ده؟ في الاول بس بتخند، بس طعمها حلو قوي، يعني الحلاوه والملح كده مع بعض مخلين ميكس تحفه. الطبق الثالث، طب يا جماعه ممكن ناخد بريك من الشوكولاته؟ يعني بحب الشوكولاته قوي بس مش قادره، يعني نفسي جزعت. بسم الله الرحمن الرحيم. انا مش شايفه ده ايه، يعني مش هقعد امسكهم كتير، بس معرفش شكلها عامل زي ما يكون يا هيبقى فلفل يا هيبقى ورده، يعني يا فلفل يا ورده. الله اكبر عليا، ذواقه اقسم بالله. يا ترى الورده دي بتجيبها منين؟ من الشارع؟ بناكل ورده من الشارع حاليا؟ فيتنام بياكلوا ورد، وفي بلاد كتيره جدا بتاكل ورد، بس مش بلدي يعني. بس ممكن نقرا برده ونشوف دي ورده ايه. ورده بلدي متغطيه بالشوكولاته من فرنسا. هم فرنسا عندهم ورد بلدي؟ الورد جميل جميل الورد، عادي اكل من غير الشوكولاته. الطبق الرابع، قلبي مش مطمن. انا عارفه ان دي شوكولاته، بس يا ترى دي فيها ايه؟ لو طلعت الشوكولاته دي فيها بصل، ثوم، فلفل، هلم شنطتي وامشي اهو. والله العظيم شايفاه وربنا شايفاه. طب ليه هتعملوا فيا كده؟ بسم الله الرحمن الرحيم. زي ما توقعت، لا والله حد يجيب منديل. بيضه مهروسه في الشوكولاته اختراع امريكي، كدابين كداب. بصوا على الورقه الحقيره دي، والله العظيم كدب. هرجع يا بيض، وبيض مسلوق، مش بيض عادي مثلا، مش بيض مقلي، مش بيض سكرامبل، مش بيض عيون، بيض مسلوق يا كفره. الطبق الاخير، اخيرا، انا معرفش دول ايه بصراحه. طبعا اكيد مش كراميل عشان انا اتعودت خلاص ان انا لازم اتخزوق، فانا هاخد اصغر واحده. وبسم الله الرحمن الرحيم، وان شاء الله تطلع حاجه كويسه عشان انا فعلا خلاص يعني مش قادره. توم مغطاه بالشوكولاته من ايطاليا. انا عمري في حياتي ما اكلت توم بالشوكولاته، وبقي حاليا مش عارفه رياكت حقيقي دلوقتي، مش عارفه اعمل ايه. التوم حلو للمعده، انا اكيد هخش المستشفى النهارده. اكلت قبل كده فلفل حراق بشوكولاته وقلنا تمام. اكلت حاجات كتيره جدا، ده فعلا اوحش حاجه انا اكلتها في حياتي. طيب يا جماعه، دي كانت حلقه الشوكولاته. انا باكل لبن من كتر ما اللي حصل فيا. الحاجه الوحيده اللي كان طعمها حلو هو اول حاجه الشيبسي، غير كده ما شاء الله كل حاجه كانت زي القرف. اي حد بيحب البيض ما تجربوش بالشوكولاته، يعني كل بيض مسلوق من غير الشوكولاته. التوم عادي بنشربه بميه عشان خاطر المعده، بنحطه على اي حاجه، اي حاجه مع بصل، بس مش مع شوكولاته. حرام عليكم، يعني الشوكولاته باظت، يعني نرجع بقى ناكلها عادي طبيعي. اشوفكم الحلقه الجايه، باي باي.